وكذلك تمكينهم من مجانية النقل العمومي والشبه العمومي وتفعيل قانون الألوجيات وتنزيل نصوص التنظيمية المتبقية. هذه الوقفة الاحتجاجية هي وقفة مؤجلة، كانت غتكون بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن تصادف مع رمضان وتصادف مع سوء الأحوال الجوية فما قدرناش أننا ننظموها. هذه الوقفة راها وقفة وطنية الأشخاص في وضعية إعاقة، عندهم مجموعة ديال الإشكاليات وعندنا مجموعة ديال القوانين وترسانة قانونية كبيرة، لكن النفاذ الحقوق أو النصوص التنظيمية وهذا القوانين تحتاج إلى مجموعة من الإحالات متأخرة، بالإضافة إلى ما نعيشه حاليا. أولا انتهاء البرنامج التماسك الاجتماعي وما يعانيه الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة الأطفال، من الحرمان من حقوقهم الأساسية، تمدرس، صحة إلى آخره. الحماية الاجتماعية ما فيهاش مؤشر ديال الإعاقة اللي خلاهم أنهم تحرموا من الدعم المباشر. عندنا إشكالية ديال البطاقة اللي حاليا يوم الخميس سيعرض مرسوم ديال البطاقة فارغ بدون محتوى، ما فيش أجال زمنية باش يخرج، ما فيش سلة ديال الخدمات، ما كاينش عندنا تحيل الإحصاء ديال الأشخاص ذوي الإعاقة. كل هذه أسباب خلاتنا أننا ننظموا هذه الوقفة الوطنية. الإخوان راجيين، كاين اللي من بنكرير، كاين من تطوان، كاين من بني ملال، مدن كثيرة جدا، من وجدة، من فيقيق أيضا. يعني ما اختاريناش نجيو اليوم إلا باش نقولوا كفى، المساواة تبدأ الآن، خصنا نساهموا في صناعة التغيير. وشكرا. هذه الوقفة هي منظمة من طرف أشخاص ليس لهم أي انتماء حزبي ولا نقابي، مطالب عدة، قضية تشغيل، توفير يعني تطبيق قانون 7% بدل المباراة الموحدة، قضية السياسة الاجتماعية بالنسبة للتعليم، يعني أنه التعليم من المناطق الجبليه يجب ان يستفيد المعاقل من التعليم وان لا يحرمه من ذلك. قضيه الولوجيات غير موجوده بتاتا، يعني كنشوفوا ان الولوجيات غير موجوده، الارصفه يعني مسيجه بالكراسي مقاهي على جانب الطريق وهما يخلقوا يعني اشكالا بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه سواء الحركيه او البصريه. توفير يعني المعدات الطبيه من عصير كراسي متحركه وتيسير الوصول اليها، اخراج بطاقه الشخص المعاق الى حيز الوجود لانها هي التي ستضمن لنا الحقوق والمكتسبات، ونحن لا نريد ان تكون فارغه المحتوى ولا نقبل ذلك. كذلك هناك تنقل في وسائل النقل الحضري العمومي، يعني احنا خصنا دائما يكون التنقل مجانا، لا بالنسبه للاخوه الحركيين ولا بالنسبه للاخوه اشخاص في وضعيه اعاقه بصريه والاعاقات الاخرى المختلفه، لاننا عانينا في هذا الرباط وسلا وتمارا من القمع والاضطهاد من طرف الشركه المفوض لها تدبير هذا الامر، حيث انهم يعانون الاشخاص المعاقون داخل الحافلات وخارجها من طرف من مختلف اشكال الاضطهاد والقمع من لدن المراقبين والسائقين ويعني ممثلي الشركه، ويتسول بهم داخل الحافله وينكل بهم. يعني المساله ديال الولوجيات، المساله ديال التعليم، مساله الصحه ضروريه، مساله يعني يعني معاناة كثيرة لا يسع المجال لذكرها إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الملف، فهو ملف كبير. في الأخير نطالب الهيئات الحقوقية والضمائر الحية مساندتنا في هذا النضال الشرعي الذي يضمنه لنا الدستور من أجل تحقيق العدالة، لأن شعار هذه الوقفة هو كفى الآن تبدأ المساواة. لا يمكن للفئات الأشخاص المعاقين أن تتخذ شعار إلا وأنها حست بالتمييز وعدم الانصاف. قررنا اليوم باش نكونوا في هذا الشكل النضالي تحت شعار المساواه تبدا الان. هرمنا
تحرمنا من الوعود الكاذبه، تحرمنا من يعني داك القوانين التي لا تفعل، تحرمنا من يعني دوك الملتقيات سواء الدوليه او الوطنيه اللي المسؤولين كيصوروا واحد الصوره مغلوطه عن الشخص ذو الاعاقه. في الحقيقه جينا اليوم باش نبرهنوا او نصرخوا او نعبروا على سخطنا بان الشخص ذو الاعاقه هذه البلاد هذه يعاني كل انواع التهميش والحرمان. فلا يعقل ان الدوله المغربيه كتفي الانسان السوي حتى ذاك الانسان تقدم لفكره الدوله انها ديرها المغاربه كمغاربه، فالشخص اللي فوق ديت اعاقه تحرم منه للاسف الشديد. فالاشخاص فوق ديت اعاقه هذه البلاد هذه يعني يموتون الموت البطيء. فالدوله هذه الا ما قدرتش انها توفر شامل الكرامه لهذه الفئه هذه بالله راه يمكن لها انها يعني تقتلهم واحد واحد الموت يعني مريح تحسن لهم ما يبقاو يموتوا كل نهار. فللاسف الشديد مازال كنلقاو في المغرب ان ثلاثه واربعه وخمسه ديال الاطفال في وضعية اعاقه تعيلهم ام كتبلي عليهم الباب وكتمشي تضرب الشفاف باش ترجع في المساء توفرهم لكوش واحد. فهذه وصمه عار على جميع مسؤولي هذا البلد. للاسف الشديد كل اشخاص وديعة اعاقة حجوا من المدن المغربية ضربنا مئات الكيلومترات كما كتشوفوا معنا من العيب والعار. أنا شخص وديعة اعاقة كرام ظروفه الصحية والمادية إلا أنه تعب يعني تحمل تعب السفر توجع باش يصرخ لا لشيء سوى من أجل الكرامة من العيش من أجل العيش الكريم. للأسف الشديد لا شيء تحقق ترى كل القوانين.